فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تزوجت أختي وهي في الأربعين ولم تحج ولم يحججها الزوج ويسوف بها ويماطل، هل تسقط عنها الفريضة؟ لا، ما دام عندها محرم من محارمها فلا تسقط عنها الفريضة، ولا يحل لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة، كما لا يمنعها من فرض الصلاة وفرض الصيام، لا يمنعها من فريضة الحج، بل عليه أن يسمح لها وأن يساعدها إذا كانت تحتاج إلى مساعدة، وتعاون على البر والتقوى، فهذا من الإحسان إليها والإعانة على البر والتقوى. نعم.